أرى النصر أمامنا. المستقبل واضح أمامي. إنفينيتي كينغدوم الآن بالعربية، حملها الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ شو الأخبار اليوم؟ تعالوا كده نبدأ كده ايه الفيديو كده بصلاة على النبي أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد، ويلا بينا ايه نشوف مع بعضينا الفيديو. بصوا كده يا شباب، يعني أنا طبعا كان معايا 35 نردية وكان معايا 1000 نقطة، تمام؟ فدلوقتي طبعا ايه هنستخدم الـ35 نردية ونشوف ايه اللي هيتم. طبعا هنا انا وقفت لغاية 1300، تمام يا شباب؟ 1270 اهي، بقيت 1310. طبعا هنحاول بقدر الامكان كده ان احنا ايه نشوفه شحنة كمان ونشحن 25 نردية، بحوالي $50، بس مش مشكلة يعني، زي الفل. فايه هنظبطها كده ايه ونشوف الدنيا، تمام يا شباب؟ فيلا بينا بقى ايه، ويا رب طبعا نهاية تيجي. بس يعني هي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تمام كده بقت ايه 1360. طبعا هنا النرتية طبعا جابت 1400، فاضل هو 10، بقت هنا 1440، اخر خمسة هنا كده 1460 اهيت. طبعا ايه هنستنى بقى كده ايه، وعلى حسب بقى الحظ. طبعا جابت 1500 اهوت، فالف الف الف مبروك، كويس الحمد لله. طبعا انا جبت 1500 دولار بالظبط، لان حرفيا انا ما كانش معايا فلوس تانية ان انا اشحن تاني، فالحمد لله ان تعبي يعني ما راحش على الفاضي الحمد لله. وبس كده شباب، كده طبعا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.